مرحبا حبايبي، فيكم برج الحوت. شوف طاقتك اول شي هاي الفترة كيف عاملة. عم بيكون في حظ، عم بيكون في مال، يمكن كار ما عم تتحقق. كرت جدا رائع، يعني هذا اروع كرت ممكن يطلع لك. خلينا نشوف على شو نختار ورق، لانه كنتوا حابين انه، او في حدا بعت لي انه غيري الورق او حاولي انه تستعملي ورق تاني، ما بعرف ليش. انا كنت استعمل هذاك الورق عشان انتوا تكونوا معاي بالصورة، عشان نفهم يعني تفهموا معاي، لانه خلاص تعودنا على هذاك الورق. القراءات الخاصة بستعمل ورق تاني، اللي يعني بيكون صعب انكم تتواصلوا معاي فيه. ايه، خلينا نشوف اذا لبرج الحوت ايش مخبي لك يا برج الحوت الطيب. برج الحوت بيضلوا يعني يفكر بعقله، بعقله بالاخير ياخذ القرار بقلبه. هو عنده اثنين شغالين، بس ما بعرف، هو شخص كتير رومانسي. طبعا بنت الحوت مختلفة عن بنت عن شاب الحوت. تقريبا عم بيكون كل الأبراج البنت عم تختلف عن الشاب. في رأيي أنا الجوزاء هو الوحيد اللي الجوزاء بنت وشاب نفس الصفات، فممكن يكونوا مناسبين لبعض. ما علينا، خلينا أول شيء نقرأ بشكل عام، بعدين بنشوف شوي على العاطفة. برج الحوت عم بتكون طيب زيادة هاي الفترة. أوه، عم بتحاول توازن ما بين الروح، ما بين الثلاثي، يعني ما بين الثالوث بيقولوا له، ولا اللي هو بين الروح والجسم وال. شوفوا هون مبين يا برج الحوت انك عم تلعب مثل لعبة مع ناس عم يلعبوا اساسا معك، مثل عم تاخدهم على قد عقلهم، عم تحاول تمسك عليهم ممسك، هم نفس اللعبة عم يلعبوا معك. انا ما بحكي على بشكل عام، يعني انتوا بتعرفوا السيناريو اللي بناسبكم، ولكن انت داخل في لعبة. انت كأنه ساعة بتنتصر ساعة بتخسر، والطرف الثاني نفس الشيء، ولكن انا شايف الاكثر النصر عندك انت، يعني في النهاية انت اللي راح تنتصر. يعني هاي اللعبة ما راح تدوم طويلا، مش عارفة شو هاي اللعبة، انت اللي بتعرف قصتها. بس شايفة هون انه شايفة انه في عائق قدام، موضوع انت بدك اياه بدك تحققه. اكتر اشي ممكن يكون عملي، او يعني له علاقة في المال والعمل. موضوع ممكن تسافر له، مبين في عندك يعني اكتر، يعني البعض خلينا نقول في عندهم سفر على عمل، او سفريات اللي هي رايح جاي على عمل. في كمان بيقول لك انه ممكن تلتقي بشريك حياتك للي ما عندهم شريك حياة في واحدة من هدول السفرات، لكن في عائق قدامكم، قدامك انت، يعني مش في العلاقة. لا، انا شايف العلاقة ماشي منيح بالنسبة للعزاب، انا بحكي ما بحكي للفئات الثانية. العزاب طبعا هم الغير متزوجين او مطلقين او ارامل. فشايفة انه هذا العائق رايح، مش يعني مش ضايل هذا العائق. كمان هون طلع انه ممكن يكون طرف ثالث، ما بعرف، بس انه هذا العائق راح ينشال، وانت راح تكمل طريقك، وطريقك طويلة ولكن ممتعة، يعني كأنك انت بتحب الاشي اللي بتعمله كعمل، بتحب الاشي اللي بتعمله، ما عم تشتغل اشي غصب عنك يا حوت، عم تعمل الاشي اللي انت، او بتسعى للاشي اللي انت بتحبه. في ولادة، يعني في ناس عندهم اساسا ولادة هذا الشهر، او حمل حتى، وفي منهم لا، بداية جديدة لمشروع، بداية لشغل، انتقال من عمل لعمل، انتقال من مسكن لمسكن، فرح تحقق بهذا الموضوع توازن.
زي اللي إشي كان ناقصك وخلص بطل ناقصك أو وصلك، شيء كنت استناه وصلك. شايفة هون قلت لكم هون في موضوع عم بيكون في عائق، فعم بشوفك أنت والشريك مهما كان الشريك يعني عم بتحاولوا تبعدوا أو تطلقوا طاقة الطاقات السلبية اللي كانت حواليكم، عم بتكونوا يعني انضاف مع بعض، مش إنه انضاف يعني عم بتكونوا على ثقة، كل واحد على ثقة بالثاني بالمستقبل. عم بشوف هنا بيت يعني صح مكركب شوي، بس كمان مش بس بيت هون، ممكن يكون تفسيره الكارت. شوف انت عايش بين عالمين، ممكن تكون عايش بين عالمين، عالم وهمي خيالي. طبعا احنا بنعرف انه كمان برج الحوت حالم، يعني كتير بحب التخيل، كتير بحب وبتزبط معاه يعني احيانا اللي بتخيله بيصير حقيقة عن جد. فكتير حالم، كتير يعني بحب الحياة الابيض والاسود، بحب ايام زمان، بحب الاغاني القديمة مثلا. عنده صور هيك وردية لكل شيء في مخه، عنده دايما نظرة معينة، خلينا نقول مش وهم يعني تشبه الوهم او كذا، وفي عنده الواقع اللي هو عايشه، فعم بيعيش دائما بين عالمين. هنا تو ووردز، عم بيكون في عنده عالمين في حياته، لكن بشوفه هون عم يعني هدول كتير مرتبطين في بعض، عم بيكون عنده توازن كبير. بحكي لك هون الرغبة، الحكمة والعقل، هدول الثلاث اللي هم رح يكونوا يسببوا لك النجاح بالفترة الجاي، أو يسببوا لك النجاح. ممكن حلو النجاح والنجاح على نفس المهم في هذا الكرت أنا بشوفك كتير بالناس، يعني بشوف في ناس كتير عم بتكمل دراستها من برج الحوت، عم يمكن بتدور منحة، كله ماشي على النجاح. أنا حاسة من الورقة بين انه انت فعلا عم تبذل جهد كبير في هذا الموضوع ورح تلاقي نتيجة حلوة. اذا هذا كان بشكل عام، خلينا نشوف نلقي نظرة على العاطفة. مش عارفة شو نستعمل بالعاطفة، نفس الورق هذا اللي استعملناه. طيب بالعاطفة يا برج الحوت شو ممكن يبين معانا؟ حلو، 6 7 8، في بتيسير بأمورك حبيبي برج الحوت، بعدين 8 8، في تطور روحاني عندك وعلى جميع يعني مجالات الحياة، عم تكون مش بس على العاطفة، لكن احنا هون مركزين على العاطفة، فتحنا على العاطفة. وكارما يعني لا منيح، برج الحوت، برج الحوت والدلو طلعوا لنا الحمد لله. طيب في هذا الموضوع انا بشوف انه شوف يا برج الحوت ما عم يطلع اوكي هي طلع. في عندك تدرج في الموضوع، شوف انت والحبيب كان بيناتكم تجريح، كان بيناتكم اللي هو معركة، مثل معركة خلينا نقول، يمكن المعركة اللي قلنا عنها قبل شوي، اللعب اللي قلنا عنها قبل شوي، هاي المعركة كانت يعني عن جد أسلحة كبيرة، عن جد كانت إنه كتير عصبتوا على بعض، يمكن مشاكل كانت كبيرة مش شوي، ولكن هاي المشاكل خلينا نقول يعني بدافع الحب، هاي كلها رح تنقلب لحب، مثل ما انتو شايفين الكبسة دولة بيعبروا عن الحب يعني كلياتهم. بعدين
يعني حتى الرقم جدا حلو. فعم بشوف انه الحرب بتكون اول اشي عن جد حرب بيناتكم، عن جد في مثل مجاكرة بيناتكم، مثل ما بعرف اخذوا عطى بطريقة قاسية بطريقة مش حلوة، ولكن هذا كله بيقلب لحب. بيقولوا ما في بعد الايش، ما في، مش عارفة، ما في بعد الحب الا العداوة، او ما في حب الا من بعد عداوة، او العكس، ما بعرف يعني. فهيك معناه هلا مبين انه نفس الشيء، قلنا 8-8. ف شايفيتك انت الحلم بالنسبة للطرف الثاني، مع انه مش مبين، مع انه عم يعني عم بيوصل لك اخبار غلط، ولكنك انت الحلم تبعه، انت مثل فارس احلامه او فتاة احلامه، عم بيشوفك بالحلم بطريقة يعني خيالية، عم بيتخيلك كزوج او زوجة، ما عم بيتخيلك ك يعني اشي عابر او كذا. وعم بشوف هذا الاشي بتحقق، هذا الاشي يعني بلف بلف وبتحقق. شايفة انك عم التواصل الروحاني عم بيكون كتير عالي بينك وبين الشريك، يعني انت مش بحاجة انك تعمل التخاطر اللي هو طريقة التخاطر، انت بس تغمض عيونك وتتخيل الموضوع بيوصله، او مجرد ما انت تفكر الطرف الثاني بيفكر فيك، والعكس صحيح. بالقراءات العاطفية بتكون عكسية عادي لانه عامة. شايفة انه الطرف الثاني راح انه يصبر يصبر يصبر، لكن مرة واحدة راح يكون فيري ناري، مرة واحدة راح خلص ينهي هاي اللعبة، يزهق منها ويروح لعندك. لكن هذا أنا بقول لك هذا مش بهاي الفترة، ممكن تكون بعديها بأسابيع أو بعديها بأيام، ممكن بعديها ب6 أيام أو 6 أشهر. لا حرام، مش 6 أشهر يعني. المهم بشوف هون الحب كيف بتطور. الحب عم بيكون أول شيء من 7 لـ8، يعني اللي هو صغير لكبير، عم يكبر الحب بيناتكم. انتم مفكرين بأوقات البعد عم تنسوا بعض، انتم بأوقات البعد عم بتحبوا بعض أكتر، أو مع الوقت شو ما كان حالتكم عم بتحبوا بعض أكتر. بالنسبة للطاقات عم بتكون هوائية مائية ونارية. طبعا عادي جدا اللي برجه ما بين او كذا، يعني هاي بتصفي طاقات بس. طيب حبايبي، نشوف اذا في نصيحة، شو ممكن تكون هاي النصيحة لبرج الحوت. لا كرتين طلع لك، اوكي. شوف، واحد عادي وواحد مقلوب، خلينا نشوف ايش هما. بيقولوا لك انك شوي مش عامل كنترول حاليا على حياتك، ما بحكي عن العاطفة، يعني ممكن اي مجال في حياتك ما عم تقدر تعمل توازن كنترول. فبيقول لك اعمل كنترول على حياتك. انت شوف موجود هون في هذا القارب، وين مش القارب بيمشي، ما عندك مشكلة، يعني الظروف هي اللي عم تمشيك. بيقول لك انت حرك الظروف اللي حواليك مش العكس. هون شو كان هذا الكارت؟ هون يا ريته اجا يعني مقلوب، كان احسن معنى. بيقول لك هون انه في اشخاص، يمكن هدول الاشخاص عم بيوصلوا لك امور مش صحيحة، وعم تمشي عليك، عم تمشي عليك الكذبة او لكن هذا مش الشريك، هدول اكثر، هدول اشخاص عم بيوصلوا لك كلام مش صحيح، يمكن يكونوا نصابين، يمكن ما بعرف، بس انه طلع لك الكارت مقلوب. حبايبي برج الحوت، بتمنى انه هذا الشهر يكون ايجابي حلو تحققوا فيه